احنا اولا معانا حكم قضاء، والشركه القابضه متعامده معانا مش عايزه تنفذ الحكم ده، والحكم ده طبعا هشام قنديل واخد فيه سنه، وبرغم ذلك برضه الحكومه متباطئه مش عايزه تنفذ الحكم. فاحنا بقى قاعدين معتصمين لحد ما تنفيذ الحكم يتنفذ. ما احنا يحيى مشالي وصالح ابو اليزيد مش عايزين ينفذوا الحكم خالص، بيقولوا على جثثنا ما احناش منفذينهم، بيتعاندوا معانا. معاهم وزير الاستثمار. ومعاهم وزير الاستثمار رخ. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما احناش هنسيب حقنا. مش هنسيبه خالص. زي ما سجلنا هشام قنديل هنسجن برضه اللي وراه. برضه هنعمل دعوه عليه وهنرفع دعوه، مش هنسيبه. احنا من 2011 في نفس في نفس الشغل ده، ورجعنا الشركه بتاعتنا بالقضاء، ومش هنسيبها الا ما هناخدها برضه. مش هنسيبها الا ما ناخدها. سواء يحيى مشعل وزير الاستثمار صالح، ما فيش، ما احناش متقالين لما ناخدها. بشكرا.